سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليكم وعلي ان شاء الله. اليوم حبيت راح نشارك معكم يعني صابون تنينه الزرقاء، يعني هذه من اروع الصابونات يعني لتبييض البشره، وكذلك يعني تخلصكم من الكلف والبقع اللي تكون في البشره انتاكم. يعني مكونات بسيطه، والمكون الرئيسي اللي فيها هو يعني النيله الزرقاء. ما نطولش عليكم ونروحوا لتحضير الصابونه تاعنا. الصابونه تاعنا هذه واش نحتاجوا فيها باش نحضروها؟ نحتاجوا الصابون، اي صابون يعني يوالم البشره نتاعكم. انا هنا استعملت صابون ابو السعد، هذا بالحليب والودعاء. انتم ما تقيدوش بالصابون اللي عندي، ديروا اي صابون عندكم، انا كان متوفر عندي هذا خدمت به. صابون دوف، اي صابون يعني يوالم البشره نتاعكم. هنا انا ديت نص صابونه سكرفشتها، يعني ديت نص صابونه تاع ابو سعد سكرفشتها هاي لكم. والمكون الثاني نحتاجو النيله الزرقاء، هاي لكم كيفاش جايه النيله. هذه هي النيله الزرقاء، وراهي يعني باش تعرفوا بلي الاصليه راهي ما تبقاش يعني ما تخليلكمش الزروقيه يعني في البشره نتاعكم. هنا انا راني طاحنتها ومغربلتها ومتحصلة على البودرة تاع النيلة الزرقاء، هاي لكم البودرة نتاعها. هاي تباع عند العشابين او العطارين. المكون الاخر اللي نحتاجه، المكون الثالث اللي نحتاجه ماء الورد، اي ماء ورد يكون متوفر عندكم. واللي البشرة تاعها تحس من ماء الورد يعني دير ماء معدني، ولا تغلي الماء وتخليه يدفى. والمكون الاخر اللي نحتاجوه انا هنا راح نضيف زيت اللوز الحلو، بان البشره تاعي يعني جافه، يعني راح نضيف زيت اللوز الحلو. بالنسبه للبشره تاعهم عاديه يعني يقدروا يضيفوا زيت اللوز الحلو ولا يستغناو عليه. للبشره تاعهم دهنيه يقدروا يضيفوا عصير الليمون، يعني للخلطه الصابونيه هذه الصابونه تاعهم يضيفوا لها عصير الليمون، يعني قطرات من عصير الليمون. واللي يعني تحس منه ما تضيفوش خلاص. واللي مش متوفر عندها زيت اللوز يعني كذلك يعني تقدر تستغنى عليها. بما ان البشره تاعي برك جافه حبيت يعني باش يعطي لي الترطيب، هذا ما كان. نجو لتحضير الصابونه تاعنا، وتقدروا يعني تخدموها بطريقه تي تحبوا ديروها في الموت على السيليكون، تحبوا تخلوها يعني جاريه ويعني مايها وتخلوها في العلبه. هنا انا دوك سكرفشت الصابون تاعي باش ما يطولش الفيديو. دوك نضيف ماء الورد، نخلط الصابون تاعي مع ماء الورد حتى يذوب لي الصابون كامل. هنا اللي تحب تسرع يعني تحب ثم تذوب الصابون تاعها تقدر تحطه على حمام مائي. انا مانيش راح نحطه على حمام مائي، يعني راح نبقى نخلط فيه برك حتى يذوب لي، باسكو يعني سكرفشتو في السكرفاج الرقيق. اللي حبت يعني تسرع ثم باش توجد لها صابونه تاعها تحط يعني الصابون على حمام مائي وتقعد تخلط فيه حتى يذوب لها. انا دوك نذوبه جيدا، نبقى نخلط فيه حتى يذوب ونرجع لكم. انا هاوليكم انا بعد ما بقيت نخلط بالصابون تاعي حتى نذاب لي، هاوليكم ذاب لي الصابون تاعي مع ماء الورد. دوك راح نضيف المكونات الباقيه، راح نضيف زيت اللوز ملعقه صغيره زيت اللوز، عفوا، ونضيف النيلة الزرقاء مغرفة صغيرة من النيلة الزرقاء. نخلط كلش مع بعض. نهاليكم بعد ما خلطت جيدا يعني بودرة النيلة الزرقاء مع زيت اللوز والصابون تاعي، هايكم الصابونة تاعي هنا صارت جاهزة. أنا نجيب علبة زجاجية باش نفرخها فيها. كيما قلتلكم هايكم الصابونة تاعي هنا صارت جاهزة. هنا أنا عندي علبة زجاجية معقمة باش نفرخ فيها خلطة صابونية تاعي. هنا لكم الإختيار، تحبوا تخلوها كيما راهي وديروها في علبه زجاجيه، تحبوا يعني ديروها في موت تاع سيليكون وديروها بهذا الشكل.
هاي لكم الصابونان تاعي، انا بذكر راني نستعملها يعني عندي من قبل، كنت دايرتها كيما هكذا وخلصت لي وزدت عاودتها درتها بهذا الشكل باش يعني نوريكم كيفاش تحبوا ديروها، تحبوا تخلوها هكا تحبوا ديروها بهذا الشكل. هاي لكم الصابون، انا نفرغ الصابونه تاعي في العلبه ونكملوا مع بعض باش نوريكم كيفاش تغسلوا بها. كما انا الصابونه تاعي صارت جاهزه يعني هاي لكم بالشكلين، تحبوا بهذا الشكل تحبوا بهذا الشكل لكم الاختيار. يعني هنا في الاخر تقدروا يعني تضيفوا لها قبل ما تديروها في العلبه يعني تقدروا تضيفوا لها كبسوله من الفيتامين او. انا هذه هاني ما زدتلهاش بصح هذه راهي فيها كبسوله من الفيتامين او، باسكو هنا درت كميه كبيره يعني كنت خدمت كميه كبيره باش احتفظت بها في الثلاجه، يعني درت لها كبسوله من الفيتامين او. واذا درتوا كميه قليله برك تقدروا ما تضيفوش لا فيتامين او، لكم الاختيار يعني واحد يزيد يعطيكم ترطيب للبشره تاعكم. هايكم هنا درتها بهذا الشكل وهنا خليتها كما راكم تلاحظوا. تغسلوا بها يعني البشره تاع الوجه تاعكم وتغسلوا بها الجسم تاعكم باكمله، يعني تصلح للوجه وتصلح للجسم باكمله. انا صراحه كي نحب نديرها الجسم تاعي نديرها يعني في الليل نطبقها على البشره تاع الجسم تاعي كامله تشربها البشره نبات بها، وفي الصباح يعني ندوش عادي مام هكذا يعني كي نعود في الدوش نهز يعني حبه بهذا الشكل يعني ومررها للجسم تاعي، يعني ما وحده ما تكفينيش يعني ندير زوج ولا حتى ثلاث يعني ثلاث صابونات نديرهم في الجسم تاعي. الوجه نغسل بها يعني في الصباح وفي المساء، نغسل بها يوميا، تحبوا تغسلوا بها مره واحده في اليوم سواء الصباح او في المساء ولا تغسلوا بها صباحا ومساء يعني ما فيها حتى مشكل. انا بالعكس يعني تعجبني كي نغسل بها صباح وعشيه هكذا وهكذا. برك هناك لا غسلتوا بها بهذا الشكل خليتوها بهذا الشكل وحبيتوا تغسلوا بها البشره تاع الوجه تاعكم يعني طبقوها خليوها يعني مده 20 دقيقه على البشره تاع الوجه تاعكم وبعدك يعني اغسلوا. وكي تجبدوها هكذا حاولوا انكم تجبدوها يعني قبل 5 دقائق قبل ما تغسلوا وجهكم باش يعني تكون ما تكونش بارده بزاف على البشره تاع الوجه تاعكم كي لي تحسوا من هذيك البروده، وبعدك يعني ترغونوا بها الوجه تاعكم عادي وتغسلوا. حاولوا انكم ديروهم يعني اشكال صغار اللي درتوهم في مول تعسيل يكون، حاولوا ديروهم اشكال صغار يعني باش كي الصابونه تغسلوا بها يعني زوج مرات وخلاص، مش يعني تغسلي وتخبي تغسلي وتخبي هكذا يعني تضمني احسن واحسن يعني باش ما تزلكش البكتيريا. كانت هذه هي الصابونه تاع النيله الزرقاء، ان شاء الله يعني تكون متوفره عندكم النيله الزرقاء كما قلت لكم هاي لكم الشكل تاعها وتعرفوها باللي ما تخليش الزروقيه يعني كي تمسوها وتعودوا تمسحوا هذيك الزروقيه راهي راح تروح ما تبقاش في البشره تاع الوجه تاعكم. وكنت حطيت لكم بها ماسك من قبل وقلت لكم عليها وجربوها يعني اخوات وعجبتهم يعني النتيجه تاعها، وان شاء الله المره الجايه نعاود نشارك معكم يعني ماسكات اخرين بالنيله الزرقاء. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تكون الفائده. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.